أول محطاتنا الصباحية لليوم رح نبدأ ونتحاور فيها بعالم الطفولة. دائما محطاتنا منضوي فيها على عالم الأطفال لأنه هذا الشيء كتير مهم. اليوم رح نحكي عن المشكلات السلوكية أو لأي درجة المؤشرات السلوكية بتأثر على تربية الطفل، بتأثر على مراحله الدراسية، على تأخره بالدراسة. اليوم كتير منا بيجهل هذا الشيء، كتير من الأهالي بيدللوا الطفل، بيعطوه اهتمام مضاعف وممكن يخلوه يعتمد على الأهل بشكل مبالغ فيه، لكن هنا هذا الشيء بيجهلوا أنه ممكن يأثر عليهم بالمراحل الدراسية، تأخرهم بالدراسة ممكن يوصلوا لمرحلة الفشل الدراسي، بالإضافة لأنه هذا الطفل حتى قراراته بالمستقبل ما يقدر يأخذها لحاله. أكيد ليلى، يمكن تتنوع هي المؤشرات السلوكية أو الاضطرابات عند الأطفال إن كان بمرحلة الولادة أو حتى بمرحلة المراهقة. بنشوف كثير من الأطفال أنانيين، عصبيين، عنيدين، ضعيفين الانتباه والتركيز، دائما مو عاجبهم شيء وصعب نحن نتعامل معهم، وكل هذا الشيء أكيد بيأثر بشكل سلبي على أدائهم التعليمي، تعاملهم مع رفقاتهم بالمدرسة ومع أساتذتهم. كيف اليوم قادرين أنه نعدل سلوك هدول الأطفال؟ نصائح كثير مهمة رح تخبرنا عنهم ضيفتنا اللي صارت معنا ضمن الاستوديو الاستشارية الاجتماعية رندا علي ديب. صباح الخير. صباح النور. أهلا وسهلا فيك. صباحك. أهلا وسهلا فيك. مثل ما تعودنا دائما يعني المواضيع اللي بتهم الأطفال، ودائما في شغلات نحن الأهالي منجهلها، دائما نحن منحب ندلل، منحب نعطي الطفل كل شيء، ما مننتبه لمراحل أنه هذا رح يأثر عليه بالمدرسة، رح يأثر عليه حتى بحياته الاجتماعية، حتى بالمستقبل. بداية خلينا نعرف كيف ممكن المؤشرات السلوكية تأثر بالمراحل الدراسية عند الأطفال أو بالتأخر الدراسي. تماما، نحن بتبلش تظهر المشاكل لما ببلش ينطلب من الطفل انه يصير هو معتمد على نفسه بتحضير دروسه، بتحضير المهام اللي مسؤول لازم يكون مسؤول عنها، لما بتكتر مسؤولياته بحكم التطور النمائي اللي بيصير معه المترافق مع العمر. هون تكتشف تبلش الام سواء بالبيت او المدرسين والجهه التعليميه بالمدرسه انه هذا الطفل مختلف عن اقرانه بسلوكيات معينه، بتاخر بالنضج الانفعالي، بتاخر بالنضج للتعلم او بالقدره على السيطره على الانفعال، القدره على انه يضبط وقته وانتباهه وتركيزه. هي كلها مظاهر وسلوكيات بتظهر بقلب الصف في حال بالبيت ما كان هذا الوضع ظاهر او مبين، بحكم انه الام تكون خلص متعوده انه هي تحمل كل المهام عن ابنها، فبتنصدم وبتتفاجأ لما بيجيها ملاحظات من المدرسة انه الطفل سلوكه غير مشابه بسلوكه بالبيت او انفعاله بالمدرسة ما له مناسب لمرحلته العمرية او عكس انفعاله بالبيت. لما بقول عكس انفعاله يعني مرحلة الغضب مثلا، اعطيكي مثال، بتكون بالبيت بيكون مسيطر عليها لانه الام تعودة انه هي بهي حالة الغضب خلص ممكن تتلاقى المشكلة. أما بالمدرسة بحكم بيكون طفل ضمن مجموعة من الأطفال، فما بيكون الاهتمام منصب بشكل كامل على هذا الطفل، فردود الفعل بتكون مختلفة والتأثيرات اللي بيعطيها سلوكه كمان بتكون مختلفة ومضرة للطفل أولاً. تمام استاذه رندا، خلينا نوضح اكثر شو اسباب هي المؤشرات او الاضطرابات السلوكيه اللي ممكن تظهر عند اطفالنا. هل ربما اليوم العامل الوراثي بيلعب دور بهذا الموضوع او نتيجه البيئه والتربيه يلي عم بيعيش فيها هذا الطفل كلها عم تاثر وتنتج يمكن سلوكيات خاطئه عند اطفالنا؟ تماما، هي ظروف بتكون مجتمع، احيانا بيكون سلوك سائد بالمجتمع او عاده سائده بالمجتمع، انه مثلا نحن بدنا نتبع طريقه التربيه الحديثه، فنحن بنعطيه مساحه كامله من الحوار والنقاش، فبيطلع الطفل جدلي لانه هي ما اتاخذت التربيه الحديثه بشروطها الصح او بطريقه علميه صحيحه، فهي بيكون فيها مبالغه او تجاوز للحدود اللي بتكون لازم تكون موجوده بين الشخص الراشد والطفل. فهون بيطلع عنا طفل جدلي، ممكن يناقش بدون تفكير، ممكن يكون مضيع على الوقت، مرهق. فهون بيصير بتضيع الام انه والله انا متبع التربيه الحديثه، انه لهيك عم بيطلع عندي غير ما لازم يكون موجود. فهون هي خلصنا مثلا من الوضع الاجتماعي او الفكره السائده بالمجتمع.
نجي للبيت لما بيكون في مقارنة بين الإخوة، لما تكون الأم مثل أمهاتنا هلأ هنن عندهم كذا عبء، عندهم شغل خارج البيت بقلب البيت، عندهم مسؤوليات حتى بقلب البيت هي مختلفة، خصوصي إذا في أكثر من طفل، فهون فهي بتصير ممكن تتجاوز عن كتير تفاصيل ما توقف عندها لحتى تمرق النهار بطريقة لطيفة، وبتقلك إنه أنا هالوقت اللي عم بقضيه مع ابني غير كافي، فما بدي أقضيه بالمشاكل والممنوعات. أحيانا هي ما بيكون إلى خلق، بتكون تعبانة بدها تمرر لهم أي شيء لحتى هي شوي ترتاح يعني من الجدال. تماما، فهون بيجي هي عندها تناقض بشعوره إنه يا الله أنا ما عم بقضي غير هالوقت القليل معه، فلازم يكون العلاقة ودية، اتجاوز له شوي، ما دائما أقول له لا. نفس الوقت لما بتكون غير هذا الشعور بتأنيب الضمير، فهي كمان تكون ما لملح أو هي مضغوطة وجاية أساسا عندها أعباء مرهقة نفسيا من أعباء اللي خارج البيت، فهون بتخلق عنا هاي المشكلة. ممكن تقلك إنه أنا ما عندي وقت لخليه والله يضب غرفته مثلا ويعمل واجب لحاله بساعتين، لا أنا ممكن إذا وقفت فوق راسه وقعدت جنبه فأنا ممكن أقضي كل هذا الموضوع بربع ساعة. هون بيطلع الطفل بطريقة غير مباشرة اتكالي، كثير أمهات بتجي لنا إنه أنا ابني صار بمرحلة ابتدائية وهلأ لازم يكون قاعدة جنبه لما بده يحل الواجب ولو كان بيعرفه. وفي منهم بعمر أكبر كمان. إذا تماما بدك. تماما، أحيانا بتحسي الشعور بالأمان أو هذا هاي اللي العلاقة اللي بتكون كثير بين الأم والطفل تمتد لمراحل عمرية كتير كبيرة، وهي للأسف لما ببلش باختياراته المهنية، اختيارات ارتباطه بالمستقبل لتكوين أسرته، فبيكون هذا معرقل بجزء معين لهذا الانفصال اللي لازم يكون. فنحن كتير صح بالمراحل العمرية الأولى من الاستقلال اللي هي ببداية المراحل الابتدائية، نحن نعطي هذا الطفل هاي المساحة للاستقلالية وللاختيارات الغلط لحتى يتعلم من أغلاطه، لحتى يكون في عنده هاي مهارة التفكير يقدر يلاقي كذا حل للمشكلة، ما يلجأ للانفعال لسلوكيات عمرية نكوس، يصير كل ما واجه موقف يبكي أو كل ما واجه موقف بده يروح يتخبى أو ينسحب أو يصير عدواني. فهون نحن بتظهر عنا هاي المشاكل اللي بتأثر بشكل كتير كبير على الدرس وعلى الدراسة وعلى الإنجاز. تلاقي الطفل كتير ذكي، كتير محاكمته لطيفة، ولكن عند الانفعال بصير دماغه صفحة بيضة، الذاكرة كلها بتروح والتركيز بيختفي، وهذا بصير بيظهر بفترات الامتحانات والاختبارات، فبصير في كتير تفاوت بين درسه بالبيت انه والله عم بيدرس وبيسمع ورواق، بيروح على الامتحان او الاختبار علاماته سيئة، وسلوكه كمان معرقل للمجموعة، فبيضطروا يستبعدوا عن المجموعة فمفوت بمشاكل نفسية تانية. يعني فينا نقول رندا على نقطة ذكرتيها أنه اليوم اعتماد الطفل على أمه من هو صغير لمراحل حتى يكبر، اليوم هذا الطفل رح يطلع عنده قلة ثقة بالنفس، رح يكون ضعيف الشخصية، بالإضافة اليوم نحن بأي عمر فينا نعدل سلوك الطفل ونخليه يعتمد على حاله، هل بالمرحلة الابتدائية أم ما قبل المرحلة الابتدائية؟ هلأ سؤال عن جد كتير مهم، لأنه كل مرحلة نمائية بيكون في إلها استقلالية معينة. يعني مرحلة النمائية مثلا بالعمر بالبدايات لما بيكون لسه طفل، لسه مثلا عم بيمشي عم بلش مثلا يزحف، فهون الاستقلالية تولي لازم الأم تعني إنه ما عليه خليه يكتشف عطيته كل شيء. تماما عطيته مساحة آمنة، خليه يوقع ويقوم، ما أنا أركض عليه بانفعال إنه يي تجي بدها تشيله فهو خاف بطل يرجع يجرب، ولا انها تهمله اهمال كامل انه ما تكون المكان امن، لانه ياخذ استقلاليته بالتجربه انه يستكشف شو موجود او انه يقدر يقوم يمشي او يتحرك. المرحله العمريه اللي بعدها لما ببلش مثلا بده يحكي، بلش يستخدم لغه الاشاره ليدل على الاشياء، اعطيه هاي الاستقلاليه انه يجرب يحكي ولو الكلام مو مفهوم، ما انا كأمه افهم عليه، فاول ما بده يبلش بده مثلا ياكل يشرب هاي الحاجات الاوليه الاساسيه، فانا اسبق عليه انه بدك تاكل، فما بعود بعطيه الفتره اللي يجرب هو فيها
لأنه ياخذ استقلاليته مثلا ليحكي أو يجرب. المرحلة العمرية اللي بعدها بالواجب، الواجبات مثلا بمرحلة الروضة بتكون كتير بسيطة، هي مثلا ممكن تلوين، ممكن نقل شغلة بسيطة، وصل شيء. هيدول الأشياء لما أنا بدي دائما نعلمه أنه لا ولازم تكتبها صح، معلش خليني إبعتها ولو فيها أغلاط، ليكون هو متعلم وقادر يشرح لمعلمته ليه هو هيك فهم. المرحلة اللي بعدها بالابتداء، المرحلة الابتدائية اللي بلش بده يتعلم يقرأ لحاله، يكتب لحاله، يقدر ينقل لي. كتير مهم لما يعرف، نحن نكون في هون دائما خلط مع الأم، أنه أنا كل شيء بالبيت بيحكي له برا، وكل شيء بيصير معه برا ما بيجي بيحكي لي. لما ببلش انا هون علمه تماما بالمشاركه وبالتقليد بالمحاكاه، لما بيشوفني انه انا في امور خاصه بالبيت هي دائما موجوده بالبيت، في امور لازم انا لما بتكون صايره معي دائما شارك فيها افراد البيت واحكي معهم شو عم بيصير معي، نتبادل الافكار. هي هي المرحله ببلش يكون شخصيته، استقلاليته تكون اكبر. نبلش بننقل بقى للاستقلاليه، انه انا ما عليه لما اخذته يشتري شيء هو بده اياه، خليه هو يطلب من صاحب المحل شو عندك الوان، شو عندك اشكال، قد ايه سعرها، في اشياء فيها جوده معينه. هاي التفاصيل بالصدق بسيطه ممتعه، بتخلي الطفل يكون عنده استقلاليه معينه، حتظهر اكيد بالدرس وبالحفظ وبالنتائج الامتحانيه. كتير مهم مثلا اعطيه ثقته بنفسه لما اقول له انه نحن طبخت بكره من اختيارك، انت حتنزل تختار لنا مثلا الخضره تبعها او شيء. قد ايه بسيط هذا المشروع، حلو نعطيه المسؤوليه بعمر صغير تماما، انه انت شخص فعال بالبيت، يعني نحن اذا ما انت اخترت هاي الطبخه فنحن يعني فعلا ممكن ما نتغدى. قد ايه بسيط هذا الموضوع وقد ايه ممتع وقد ايه هو بيحس انه له مكانته تماماً. فبالمقابل بده يبادر اهل البيت انه انا كمان شخص مهم، لازم ارجيكم علامات منيحه. هو ارتباط كثير بسيط، ويمكن ما يكون في له بالظاهر اشياء مترابطه، ولكن هو كثير مهم بالمراحل العمريه اللي بتطلب فيها يتحمل مسؤوليه ويدرس. تمام. طيب اليوم بيقولوا لك لاهالي، انا كيف قادره اني اكتشف هي المؤشرات والاضطرابات عند طفلي؟ كيف ممكن اقدر الاحظ عليها، خصوصا ان كان في فئه من الاطفال صعب انه تتعاملي معهم او تفهمي هنن شو عم بيحسوا او عم بمروا بهي القصص، وخصوصا اذا عم نحكي بعمر صغير؟ خلينا نعطيهم نصائح. دائما نحن اغلب الاستشارات اللي عم تجي انه بتكون بالبيت بتبلش الام منزعجه من ابنها، انه والله انا كنت كثير مثلا ما يضايقني هذا السلوك منه، هلا البكي الزايد عم بخليني انزعج. فانا دائما بسال الام انه شو اللي زعجك، شو اللي خلاكي تفكري تجي تساليني شو المشكله، شو المشكله اللي حسيتي فيها. في فئه من الامهات بحكم الام وحنيتها وقله رؤيتها لمجموعه من الاطفال من نفس عمر ابنها، فهي ما بتكتشف انه هذا مشكله. بصير بيجيها ملاحظات من المدرسه، انه مثلا نحن اول ما نوجه له ملاحظه للطفل فهو بينفعل، ممكن صاير عم بيضرب كثير، ممكن صاير مثلا عم اول ما تبلش الحصه الدرسيه بمعلومه مهمه غير مناسبه مثلا لامكانياته اللي هو ماله مثلا ممكن يكون مؤسس فيها، فبتلاقي بصير عنده هروب، بده يفوت على الحمام، بده يطلع يشرب، بده مريض، بده يشوف الطبيب المدرسه. هاي النقاط لازم كتير المدرسة تشارك فيها الأهل لتحطهم بصورة المشكلة الخفية اللي هي عند الطفل، اللي هي ممكن قلة الثقة بالنفس، ممكن يكون في صعوبة تعلم، ممكن يكون في تأخر بسيط. هاي المعلومات كلها نحن منلاحظها من هاي السلوكيات البسيطة اللي نحن يوميا إذا شوي من عالم لقيا يوميا موجودة، وعند فئة كبيرة من هذا الجيل اللي موجود بحكم شعور الأهل بتأنيب بالضمير، انه نحن طول وقتنا بالشغل فما عم نعطي الوقت المناسب لابننا فمنتجاوز له كثير. دائما لازم الاهل يحطوا فكره بذهنهم انه نحن بهمنا كثير نوعيه الوقت، مو مدته ابدا، ممكن اقضي يوم كامل مع ابني ولكن ما يكون فعال بابني علاقه جيده معه، وممكن ساعه واحده هي كافيه لانه ابني علاقه جيده تعطيه سلاح له بالمستقبل وبالحياه. اليوم مثل ما ذكرتي نقطة أنه لازم يكون في تشبيك بين المدرسة والأهل، لا أحيانا
في سلوكيات مثل ما كنا عم نذكر انه الدلال الزايد بيخلي الطفل يمكن انه يطلع شخص عديم المسؤوليه او مهمل ببعض مناحي الدراسه، لكن كمان احيانا في شغلات نوع من الاهمال. يعني اليوم نحن لما بدنا نحكي عن التربيه بده يكون الواحد في حدود، لا يكون في دلال زايد ولا يكون في اهمال زايد. اليوم بتلاقي في احيانا بيجي شكاوي من المدرسه انه هذا الطفل عم يعمل فوضى بطريقه مبالغ فيها، عم يحكي، اليوم عم بيكون في كبت بالبيت، هو بده يفرغ هي الطاقه. قديش مهم يعرفوا بالمنزل انه هنن لازم يعوضوا له هي الطاقه، مثل مشوار، مثل الشغلات اللي بيحبها، لعب الطابق، انه لحتى هو ما يضل شخص منعزل بالبيت، ما بيخلوه يحكي. يعني يمكن احيانا في اطفال اذا بدها تحكي او تضوج انه دائما في كبت، ما بيحبوا انه يضوج، عم يروح على المدرسه عم يفرغ هي الطاقه. تماما. هلا هون بيكون في كذا جانب مشترك بهذا السلوك. اول شيء النضج الانفعالي اللي ما بيكون لسه واصل له الطالب باي مرحله عمريه، ممكن يكون مثلا صف سادس ولكن النضج الانفعالي عنده هو محصور بالصف الاول والثاني. عم بعطيك تشبيه بالصفوف لحتى ما يكون بالعمر، يعني لانه بيختلف. فلما انا ببلش مثلا اعطيتهم انه يكتبوا لي جمله مثلا بقلب الصف، انا حلاقي طفل من الاطفال مثلا صار يلفت نظر لحاله مثلا باشياء جايبها معه، انه بده يطلع من الصف، بده يغير شيء. فهون كثير نقطه مهمه للتواصل، انه انا افهم مع الطفل انه شو السبب اللي خلاه يحاول ينسحب من هي المسؤوليه. هون ممكن يظهر عندي بيحكم شخصيته اللي هو غير مستقلة، معتمد على الاتكال، على الدلال الزائد مثل ما حكيتي. ممكن يكون في سبب تاني مثل ما ذكرتي، الكبت، هو من كثر ما بيخاف لأنه ما يقدر يجرب وما ينجز صح، فهو بيحاول يهرب. ممكن يكون كتير المادة مالها مفهومة بالنسبة له، فهو في تقصير معين بالخبرة التراكمية السابقة لهي المادة. فنحن هم تختلف عنا الأسباب، كتير مهم تابع الموضوع من نقطة السلوك لحتى أعرف السبب الخفي الموجود وراء هذا السلوك الظاهر عندي. تمام. وأتواصل مع الأهل لحتى الأهل يقدروا بتعاون وشفافية. نحن للأسف للأهل ما شعور الرفض اللي عنده أنه نحن ابننا ما في شيء، هاي المشكلة بس عم تظهر عندكم. فهذا التواصل الفعال اللي بيكون موجود من بداية السلوك البسيط رح يعطي قبول للأهل، لأنه يكون في تواصل، لأنه أكيد الأهل بالبيت عم بيعانوا نفس المشكلة ولكن بطريقة مختلفة. تمام. أستاذة رندا، خلينا نحكي، حضرتك استشارية اجتماعية، واليوم أنا في حال ابني كان تطورت هي المشاكل عنده السلوكية والأهالي ما قدروا اليوم يعالجوا هي المشكلة، إمتى أنا ممكن ألجأ للاستشاري الاجتماعي أو للأخصائي النفسي بهيدا الموضوع؟ للأسف هلأ ما عم بيكون اللجوء للاستشارة الخاصة أو الشعور بالمشكلة أساساً غير اللي يبلش ياخد علامات تحت الوسط للأسف. فنحن عنا ثقافة مثل ما قلت لكم، نحن في أحياناً أسباب اجتماعية هي اللي بتفرض تصرفاتنا. فنحن كأم ما بيصير عندي أنا الشعور بالخطر غير لما بياخد علامات قليلة، رغم انه هي مؤشر واضح وصحيح، ولكن نحن بنكون كثير متاخرين. لازم انا دائما كأم شوف الاشياء الثانيه، شوف سلوكياته، دائما تابع السلوك النمائي، كثير مهم. لما انا التطور النمائي الطفل بعمر السنه لازم يكون بيعرف كذا، بعمر السنتين هذا متواجد كثير، اذا عملت سيرش بسيط وقدرت اسال اي حدا باستشاره ان شاء الله اونلاين او اتصال اقدر افهم هاي التفاصيل لحتى اقدر تابع ابني في حال ما عندي اخوه غيره او ما عندي قرايبين من عمره اقدر قارن السلوكيات. فبيظهر هذا السلوك بالعلامه السيئه، فبلش انا بركض بعالج سطح المشكله اللي هي انه انا ادعمه بالدرس. انا دعمته بالدرس ولكن في اشياء ثانيه عم تعطل عليه وعلى رفقاته الموجودين بالصف. فهون انا حلاقي بمجموعه معينه من الاطفال من نفس العمر تقريبا عندهم نفس المشكله او التاخر الدراسي بماده معينه او بفكره معينه، لانه ممكن طفل واحد ياثر على مجموعه والعكس صحيح. يعني بالمختصر اليوم فينا نقول تعديل السلوك الصحيح، السلوك الصحيح، التربيه الصحيحه اللي هي تكون معتدله، لا دلال زايد ولا اهمال زايد، توازن. هي الاساس قبل ما نفكر باي مرحله دراسيه. اكيد معلومات كثير مهمه قدمتي لنا اياها لليوم، بدنا نتشكر حضورك معنا ونتمنى دائما هيك السلامه للاطفال وتربيه جيده.
جديدة لهم ومستقبل أفضل إن شاء الله. إن شاء الله دائما أكيد. بالختام كنتي معنا الاستشارية الاجتماعية رندا علي تيب، شكرا لك أستاذة لوجودك معنا لليوم. شكرا لكم. أهلا وسهلا.